يا أهلي الأري الكرام، أهلا واستهلا فيكم. دعيتكم لها الاحتفال اليوم حتى نزيح الستار كلنا سوا عن اللوحة التذكارية لحوادث السير. ومثل ما بتعرفوا صار رايح ضحايا بعريتنا بحوادث السير أكتر براح من أهالي هيروشيكا بالإمبلة الذرية. كرمال هيك عملت هاللوحة التذكارية. وهلأ بحضوركن رح أرفع الستار عن هالتذكار. 1 2 3 أوبا ليلا. شو هالتذكار يا مختار؟ مش عاجبك؟ بلا يا مختار، بس في غلط بالأسامي. يعني اسمي مكتوب هون ملفينا الدنجورة، واسمه مكتوب، واسمك انت كمان. برافو، وانا اسمي كمان مكتوب هون. انا عم قصدي عملت هيك لانه اغلب اهالي القرية ماتوا بحوادث السير، فبقينا نحن وكم شلعوط بالضيعة عايشين، فقلت بكتب اسامي العايشين هيك اسرع واوفر، وهيك بتساعون اللوحة. فهمتي يا ملفينا؟ ايه مختار فهمت، بس عندي سؤال، يعني ليش كاتبهم بالطبشور؟ لانه يا ملفينا بطبشور اسهل علينا انه وين الترشون؟ وين الترشون؟ هيدا الترشون وهيدا محينا اسم ملفينا. يا حرام راحت وما عرفت ليش الاسامي مكتوبين بطبشور. ان شاء الله تكون نفسك بالسما يا ملفينا. نفسك بالسما.